عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم اطباق مغربيه تقليديه بالخضره اللي جبتها من المغرب، الجلبان والبقوله او الخبز ديال البلاد. بالنسبه لهذه الاطباق طلبوهم مني صحباتي فاش كنت في المغرب، طلبوا مني انني نجيب لهم الجلبان والبقوله، فجبتهم شرطوا عليا انني انا اللي نحضرهم لهم بيديا. كتعجبهم البقوله بالطريقه ديالي، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الاطباق. كيف ما شفتوا معايا هنايا، راه عندي حتى المخ جبته صاحبتي ودرته حتى هو. اول شيء بالنسبه للاطباق اللي غادي نحضر هو الطاجين ديال الجلبان بالقوق، كيجي رائع، وسيرتو الجلبان ديال المغرب. بالنسبه للجلبان لا يقطع ليا اختي، كتنقيه لي حتى لاخر لحظه فاش كنكون راجعه لهنايا، يعني ما كيتكونجولاش تما وكيدي كونجولا من كنكون مسافره. حتى كنجيبو معايا هكاك طري وكنديرو في الكونجيلاتور، كيبقى مده طويله ما كيضيعش. وبالنسبه هنايا للطريقه كيف ما شفتوا معايا، غادي نطيب الطاجين ديالي في الكوكوت. هنايا كيف ما شفتوا في الاول، درت البصله اللي قطعتها رقيقه، ضفت عليها زيت الزيتون المنسمه، كنضيف عليهم التوابل او العطريه. بالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق، وحتى العطريه بطبيعه الحال. كندير زريعه القزبر، الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر، سكينجبير والخرقوم البلدي. حتى اللون كيعطي لديك المريقه، كيجي زوين. ما كنضيفش الملون الاصطناعي. هنايا كنحرك مزيان داك العناصر مع بعضهم، وكنضيف عليهم اللحم. هكا كنشرملو داك اللحم ديالنا قبل ما نطيبوه. بالنسبه لهذه الطريقه هذه كيف ما دائما كنشاركها معكم في القناه ديالي، سواء كنشرمل اللحم قبل او لا كندير له هكا باش ما كيبقاش داك العطريه لاصقه في اللحم، واخا كنمرقو واخا كتبقى لاصقه فيه وكتجي باينه ما كيجيش لذيذ. كتشوف معايا من بعد ما نسجموا العناصر مع بعضهم، كندير ديك الكوكوت على نار مهيله حتى كيتقلى لي اللحم مزيان، وكنمرق بالماء وكنخليه حتى كيطيب. بالنسبه للمخ هنايا خديت واحد الطنجره وضعت فيها الماء الغليان، شويه ديال الملح، واحد الملعقه ديال الخل، وكنوضع فيه داك المخ من بعد ما كنغسلو مزيان من داك الدم وداك العروق اللي كيكونوا فيه، وغادي نوضعو يغلي من فوق النار. خد واحد المقله وكنوضعها على النار، كنوضع من فوقها هنايا الزيت، الزيتون المنسمه، راه كما كنشاركها معكم في جميع الوصفات ديالي، راه زيت الزيتون كتجي لذيذه البنات، سيرتو في الوصفات ديالنا المغربيه كتجي رائعه. هنايا كنضيف من فوقها واحد ربعه ديال الفصوص نتاع الثوم متوسطين الحجم اللي حكيتهم. بالنسبه للمخ انا استعملت زوج ديال المخاخ ديال البكري اللي هما كبار كيكونوا في الحجم ديالهم، وضفت واحد ربعة ديال الحبات ديال المطيشه اللي مقطعين رقاق، وتقدروا حتى نتوما تحكوهم الا ما بغيتوش يعني يطولوا لكم في الطياب. وكنضيف العطريه او التوابل. بالنسبه للعطريه هنايا استعملت الملح، غادي نضيف واحد الكميه اللي قليله ديال الملح لان غادي نستعمل فيه الحامض المصير، والفلفل الاسود، زريعه القزبر، الفلفل الاحمر، والخرقوم البلدي. بالنسبه للعطريه كتبقى لكم يعني على حسب الذوق ديالكم شحال ما بغيتوا ديروا، الا هو الكمون كيجي لذيذ بزاف مع المخ، كندير كميه كثيره فيه. وكنضيف هنا كيف ما شفتوا معايا اللب ديال الحامض المصير اللي حتى هو مقطع رقيق، كنخلط الكل، وكنضيف كذلك حتى القزبر والمعدنوس، وغادي نخلط الكل مزيان، وغادي نغطي عليهم، نخلي ديك مطيشه حتى كترخى وكطيب، يعني كتذوب لنا ديك مطيشه، عاد كنضيفو من فوقهم المخ. بنات بالنسبه للمخ من بعد ما كنسلقوه في الماء، كنحاول انني نخليه يبرد شويه، وكنزيد نزول داك العرق اللي كيكونوا متبقيين وما نقدرش نزولهم من كيكون خضر، فاش كيطيب كيجونا ساهلين باش نزولوهم. وكنقطعوا مرسويات على هذا الشكل هذا، وكنضيفوا على ديك لاصوص، وكنحرك غير بشويه كيف ما كتشوفوا معايا، غير باش يتشل منا بداك العطريه ولاصوص. كنحرك مزيان وكنخليه، كنغطي عليه وكنخليه حتى كيطيب لنا مزيان، وكيتشرب حتى هو داك العطريه وهذيك لاصوص اللي حضرناها معاه.
كنمر التحضير ديال الزعلوك. بالنسبه للزعلوك ديال الدنجان راه سبق لي وشاركتها معكم، راه كتجي لذيذه البنات بزاف بهذه الطريقه هذه. اللي كياكلها عندي كتعجبو. بالنسبه للطريقه راه سهله البنات. بالنسبه للدنجان شويتو في الفران، ملي كتشويوه ما كتخليوهش حتى كي يرطب بزاف، غير فقط انكم تقدو تزولوا ديك القشره وتزولوه من الفران. بالنسبه هنايا كيف ما شفتوا معايا درت زيت الزيتون المنسمه، حتى هي كتجي فيه لذيذه بزاف. والثوم هنايا عندي واحد 4 ديال الفصوص تاع الثوم اللي حتى متوسطين الحجم، حكيتهم وكنحاول انني نخليهم يتحمروا في ديك الزيت حتى يتغير اللون ديالهم، عاد كنضيف عليهم الدنجان هنايا اللي قطعته رقيق كيف ما كتشوفوا معايا. كنضيف التوابل او العطريه. بالنسبه للملح غادي ندير واحد الكميه اللي قليله، لان غادي نضيف الحامض المصير، وانا الحامض اللي كنصايبو في الدار ما كنديرش فيها نهائيا الماء، كندير فقط الملح وكيجي مالح بزاف. على هذا الشيء الا كنتو غادي تستعملوا ديال، المهم عينكم ميزانكم نتوما غادي تعرفوا الملوحيه ديال الحامض اللي عندكم. وكنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل درت كيف ما قلت لكم الملح، الفلفل الاسود، زريعه القزبر، الفلفل الاحمر، الكمون والخرقوم البلدي، كيعطيه اللون وكيجي رائع كذلك حتى في المذاق ديالو. وهنايا كيف ما شفت معايا كنضيف الحامض المصير اللي قطعته حتى هو رقيق، كيجي لذيذ الحامض المصير مع الزعلوك. وواحد زوج حبات ديال الطماطم كيف ما شفت معايا اللي مقطعين رقاق حتى هما، وكنخلط الكل جيدا وغادي نغطي عليه ونخليه حتى كيطيبوا مزيان وكيتشربوا دوك العناصر مع بعضهم. عاد في الاخير كنضيف عليه القزبر والمعدنوس. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا من بعد ما طابوا تماما لداك الدنجال ولا مطيشه، كنطفي عليهم النار الاول، عاد كنضيف عليهم القزبر والمعدنوس وكنخليهم هكا كيبقى باين فيهم، كيجي لذيذ بزاف، كتبقى ديك البنه واللون ديالو واضحين في الزعلوك ديالنا. بالنسبه للديسير غادي نحضر واحد الفلون بالكراميل اللي كيجي لذيذ بزاف، حتى هو ديال الزمان اللي كنا كنحضروا. بالنسبه هنايا خديت واحد الكاسول ووضعت فيها السكر كيف ما شفتوا معايا، وغادي نخليه حتى كيتغير اللون ديالو كيتكراميليزا. وغادي ناخذ كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا اللون هذا، ما تخليوهش يتحمر بزاف حتى كيتحرق لكم، فقط كيرجع اللون ديالو بحال هكا وكتطفيو عليه. هنايا كيف ما شفتوا معايا غادي ناخذ واحد المول اللي غادي نوضع فيه التحليه ديالي، ووضعت فيه هذاك الكراميل النصف ديالو فقط اللي غادي نوضعه في المول، وكنحاول انني نقدو هكا على هذا الشكل هذا على الجوانب وحده منه بزاف، لان راه كيكون سخون، علاش كنخليه حتى في هذاك اللون، لان من بعد كيرجع اللون ديالو كيغمق. هنايا النصف اللي احتفظت به في الكاسول وضفت عليه واحد لتر ديال الحليب، واحد زوج ساشيات ديال الفلون ديال الكراميل. الا كان حتى الفلون العادي، حنا كنا كنحضروا فقط بالفلون ديال اللي كنقولوا له ديال الشينويه، وكتحركوا مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعضهم. انا اللي متبع القناه ديالي فاش كنحضر الفلون يعني فقط بالسكر عادي، كنحركوا مزيان في السكر حتى كينسجم لي مع بعضه، كنضيفوا على الحليب باش ما كيديرناش داك الكويرات. ولكن دابا من غادي نستعمل داك الكراميل راه حلو، ما درتش هذه الطريقه هذه، ضفته مباشره. ما كتشوف معايا هذاك الكراميل كيلصق على المول ديالنا، كنضيف من فوقه الخليط ديال الفلون ديالي. هنايا كيف ما شفتوني درتو في انيه اخرى حتى صفيتو مزيان، لان داك الحبيبات ديال الفلون كيبقاو في واخا كنحركو مزيان كيبقاو. هنايا كنضيفو على هذاك الكراميل وغادي نخليه حتى كياخذ درجه حراره المطبخ، عاد كندخلو للثلاجه حتى كيبرد مزيان، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. هنايا غنرجعو للطاجين ديالنا. اللحم من بعد ما طاب لي في الكوكوت كنوضعو في واحد الطنجره. بالنسبه للخضر في الساعه كيطيبو، ما كيعجبونيش يطيبو في الكوكوت، تعجبني دائما شي طنجره اللي كتكون واسعه هكا كيطيبو بحال اللي كيطيبو في الطاجين. وضعت اللحم هنايا وضفت عليه القزبر والمعدنوس ومطيشه، هنايا واحد الحبه ديال المطيشه اللي محكوكه، وكنضيف الجلبان عليها.
وبالنسبة للقوق أو القرنية كنت غسلته قطعته ودرته في الحامض باش يبقى محافظ لي على اللون ديالو، وكنضيفها عليه. بالنسبة لهاد الطاجين البنات راه كلشي كيعرف يطيب الطاجين، إلا أنا راني كنشارك معكم كلشي اللي حضرته في هاد العرادة. بعد ما كيطيبوا كنغطي عليهم يطيب واحد ربع ساعة خير، كنضيف عليهم البطاطا وكنغطي حتى كيطيب الطاجين ديالنا. بالنسبه للخبيز او البقوله راه كانت عندي مفوره في الكونجيلاتور. الطريقه اللي درتها راه نفس الطريقه ديال الدنجان او الزعلوك، والوصفه ديالها راه عندي في القناه، اللي مهتم غادي تلقاها عندي في الوصفات ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق اللي حضرته معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا الطاجين باللحم والقوق والجلبان ديال المغرب جا رائع البنات في المذاق ديالو. ضفت عليه الزيتون، هذا الزيتون الاحمر حتى هو كيجي لذيذ مع الطواجن. الزعلوك حتى هو جا رائع في المذاق ديالو، والمخ حتى هو بالشرموله كيف ما كتشوفوا كيجي لذيذ، وحتى الشكل ديالو كيجي رائع. المهم الاطباق صراحة جو رائعين، وأي حاجة كتجي سبحان الله من المغرب كتجي لذيذة بزاف. سبحان الله كيكون مغاير على الحويجة اللي كناخدوهم من هنا كلشي موفر الأيام الأخيرة، ولكن المذاق كيبقى غير. بالنسبة للتحلية كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كتجي رائعة، كتقدروا تقدموها فقط هكا. وأنا يسترفقت معها الفواكه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا كتجي رائعة وسهلة في التحضير ديالها. وكانت هذه العرضة اللي حضرتها للضيوف ديالي بالأكلات المغربية التقليدية. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا في الأخير الشاي ضروري منه مع الحلويات اللي كانت بقات لي ملاعيد. أتمنى أن هاد الفيديو هادي تنال إعجابكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.